السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال. النهاردة ان شاء الله جاي لكم فيديو جديد ووصفة جديدة باذن الله هتحرق معانا الدهون تماما. الوصفة دي يا جماعة كويسة جدا ومجربة ومضمونة ان شاء الله هتجيب معاكي نتيجة كويسة جدا. يلا بنات كلكم كده اعملوا لايك للفيديو، واللي لسه بيشوف قناتي ياريت يعمل اشتراك للقناة ويفعل الجرس ان شاء الله علشان يوصلكم مننا كل جديد احنا بنقدمه. شير يا جماعة مع اصحابكم عشان الفيديوهات تنتشر وتوصل لاكبر عدد. نشوف الفيديو النهاردة بتاعنا فيه ايه. اول وصفة بتاعتنا باذن الله هتكون فيها ايه؟ الوصفة بتاعتنا سهلة وبسيطة والمكونات بتاعتها موجودة في كل بيت، وفي نفس الوقت يا جماعة لها تأثير قوي جدا في حرق الدهون. طيب الوصفة ان شاء الله النهاردة هتكون عبارة عن ايه؟ عن معلقة زنجبيل ومعلقة قرفة. طبعا كلنا عارفين ان القرفة يا جماعة لها سحر رهيب في حرق الدهون. نفس الشيء برضو ان شاء الله الزنجبيل. هقول لكم الطريقة هنعملها ازاي. اول حاجة ان شاء الله معايا نص لتر مية مغلية، ده ان شاء الله اللي احنا هنستعمله في الوصفة بتاعتنا. المكونات بتاعتنا ان شاء الله مش هتكتفي على كده بس يا بنات، لا ده لسه في حاجات تانية كتير ان شاء الله هنعملها. ده معلقة كبيرة، ده معلقة كبيرة زنجبيل، وده معلقة قرفة. لو ما عندكيش ناعمة ممكن تحطي عيدان، اللي هي العيدان اللي هي بتبقى زي الخشب ديت، دي هنحطها كده في قلب اي شفشق عندنا. يبقى كده يا جماعة حطينا القرفة والزنجبيل. طيب معانا كمان في الوصفة بتاعتنا ان شاء الله هيبقى فيه شيء اخضر. عندك بكاوي زي ديت ممكن تحطي بكوين، عندك اللي هو السايب ممكن تحطي ده، اول بكو ده التاني يا جماعه اهو، ده كده حطينا في قلب الشفشق بتاعنا او الدرق بتاعنا ثلاث مكونات اللي هي القرفه والزنجبيل والشاي الاخضر. تمام كده. طيب في حاجه لسه كمان ان شاء الله معايا هعملها، نص لتر ميه مغليه هحطها على المكون بتاعنا كده. ده كده يا جماعه نص لتر ميه مغليه. التلات مكونات اللي احنا حطيناهم دولت كده يا بنات حطيناهم في قلب نص لتر ميه مغليه. اقلب علشان كل الفوائد اللي فيها او القيمة اللي فيها تنزل في المية المغلية. تمام هغطي على المكون اللي انا عملته دوت حوالي 5 دقايق بس، مش عايزة تغطي، ممكن على طول في نفس الوقت اهو. ده كده خلاص انا قلبته، يعني معنى كده ان هو امتزج مع المية السخنة كده خلاص. طيب بعد كده هعمل ايه؟ هحط عليها كمان نص لتر مية باردة. يعني انا حطيت الوقت نص لتر مية مغلية هحط عليه نص لتر ميه بارده. ليه؟ علشان ما ينفعش اعصر الليمون مع الميه السخنه، لان ده كده ممكن القيمه الغذائيه بتاعته تروح الليمون. طيب خلاص انا هحط الميه البارده، سبت المكون كده منغطى عليه حوالي 5 دقايق. بعد كده هحط عليه ميه بارده، كوبايتين كده ميه بارده، يعني حوالي نص لتر. حطيت كوبايه وده كمان كوبايه، اصبح عندنا المكون معمول في رتل. طيب بعد كده انا معايا ايه يا جماعه؟ معايا خل التفاح، معايا خل التفاح هحط ملو معلقه كبيره من بتاعه الاكل. حوالي ملو معلقه كبيره بالشكل ده كده، واحط على المكون بتاعي. همزج بقى كله ببعض برضو، نفس الشيء برضو الخل مع الشاي مع الزنجبيل مع القرفة. كده يا جماعة اتمزج كل المكون في بعض. باقي معايا ايه؟ باقي معايا الليمونة. الوصفة دي جميلة جدا يا جماعة، يا رب كلكم تجربوها. انا بقى مش هقولك هتخس 20 كيلو في اسبوع او الكلام ده كله، لا انت هتجربي بنفسك وهتشوفي النتيجة. هي فعلا بتجيب نتيجه كويسه جدا يا جماعه، جربوها وان شاء الله هتجيب معاكي نتيجه فعاله جدا جدا. ده نص ليمونه وده النص التاني، بس بشيل البذر منه الاول. على فكره انت وراحتك ممكن تحطي ليمونتين او ممكن تحطي ليمونه، يعني على حسب ما نفسيتك تقبل. ده كده يا جماعه ده نص ليمونه هعصرها اهوت على الوصفه.
ده النص التاني. حابه انت علشان تجيب معاكي نتيجه كويسه اعملي ليمونتين. الليمون يا جماعه ما بيأثرش، اهم حاجه فيتامين سي. فيتامين سي بيحرق معاكي الدهون كويس جدا. على فكره برضو يا جماعه في فيتامين سي بيبقى يعني مركز، انت ممكن تجيبي وتحطي منه 10 نقط مع الليمون هيبقى مفعول اكيد 100%. ده كده انا حطيت ليمونه اهو، ده كده معايا ليمونه تانية يا جماعه. برضو ممكن تحطيها، دي ممكن تحطيها يعني الوصفه. لو انت بتتعبي من كتر الحمض ممكن تحطي ليمونه واحده. ما عندكيش اي مشاكل مع كتر الحمض انت ممكن تحطي ليمونتين، تمام. طيب الوصفه ديت هي دلوقتي كده يعتبر معايا كده يعتبر هي دافيه. حابه انت تاخديها وهي كده ماشيه، مش حابه انت ممكن تقفلي عليها بالغطا دي حوالي 10 دقايق لغايه ما تبرد، تبرد معاكي شويه ممكن تاخديها عادي. طيب احنا دلوقتي يا جماعه حطينا كل المكونات والخلطه دلوقتي اصبحت جاهزه معايا. طيب بتتاخد قد ايه بقى او كل قد ايه؟ ده الشفشق دوت، ده في رجل اللي انتوا شايفينه ده، ده انا هسيبه عندي بقى. كل ما تحبي تاخدي كوبايه، يعني هو الشرط الاساسي ان هو قبل كل وجبه بتاخدي كوبايه قبل الاكل بنص ساعه، ده الشرط الاساسي. انت حابه تاخدي اكتر من كده او تزودي عادي انت براحتك، بس المفروض ان انت بتاخدي قبل كل وجبه بنص ساعه كوبايه من المكون اللي احنا عملناه دوت او الوصفه اللي احنا عملناها ديت، تمام. طيب بتعمل ايه يا جماعه؟ ديت بتسد الشهيه عن الاكل، خلاف ان هي بتسد الشهيه يعني انت ممكن ما تاخدهاش، بس هتيجي تفطري هتاكلي كميات زياده، في الغدا هتاكلي بكميات زياده، في العشاء هتبقى نفس الطريقه برضو. احنا بنعمل الوصفه دي يا جماعه علشان تقللي الكميه الاكل اللي انت بتاكليها، لان ديت بتسد الشهيه معاكي. طيب غير كده كمان ان الحلب، ان القرفه قصدي، القرفه بتحرق معاكي الدهون بطريقه رهيبه جدا. كمان الزنجبيل يا جماعه ده بيحرق معاكي الدهون بطريقه رهيبه جدا جدا. نفس الشيء الشاي الاخضر، طبعا كلنا عارفين الشاي الاخضر يعني هو كمان في غنى ان انا اقول لكم الشاي الاخضر بيعمل كذا كذا. طيب معانا كمان يا جماعه فيتامين سي، الليمون فيه فيتامين سي كويس جدا في الحرق. نقط برضو، النقط يا جماعه اللي هي فيتامين سي ده بتيجي جاهزه، ده ممكن تاخدي منها 10 نقط بتحطيها على الوصفه دي، دي برضو بتحرق معاكي الدهون بنتيجه رهيبه. طيب كده يا جماعه كده خلصنا الوصفه معانا. بقت تدفى معايا اهيت، هبدا احط المكون كده، يبقى كده الكوبايه جهزت معايا كده خلاص. بعد كده بغطي بقى على الوصفه تاني عادي، باخد الكوبايه وبغطي عادي اهي. ده كده الوصفه جهزت معايا، ده شكل الوصفه يا جماعه. بقت بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت اهي، دي سهله اللي انت تاخديها. ده كده الوصفه اهي يا جماعه زي ما انتوا شايفين، سهله اللي انت تاخديها. لونها جميل جدا، وفعلا تحس ان هي كوبايه يعني تفتح النفس او شهيه ان انت تاخديها. ما فيش فيها بقى اي مراره او فيها اي حاجه، ممكن تاخديها كده. محدش بقى يا جماعه يقول انا هحط سكر وهاخد بسكر ولا كده، لا، الافضل ان انت تاخديها بالطريقه دي، هتبقى كويسه جدا معاكي، هتعمل معاكي مفعول كويس جدا جدا، هتشوف الفرق بنفسك فعلا. يا جماعه جربوا الوصفه ديت، هتجيب معاكي فرق جامد. ده يا جماعه بقى كان الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى يا رب ان هو يكون عجبكم. ما تنسوش يا جماعه تعملوا الفيديو لايك، واللي لسه بيشوف قناتي يا ريت يعمل اشتراك للقناه وشير يا جماعه للفيديو علشان ان شاء الله ينتشر وناس كتير تستفيد من الوصفه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.